واحد يقول مكتوب في الإنجيل جميع الخطايا تغفر ما عدا تجديف الروح القدس، فهل جميع الخطايا تغفر بما فيها الزنا بجميع أنواعه؟ إذا وجدت توبة نقية فالزنا بجميع أنواعه يغفر. يعني مريم القبطية ربما مارست الزنا بجميع أنواعه وغفرت لها خطاياها وصارت من الأبرار ومن السواح. وأغسطينوس برضو نفس الوضع، كتير من الناس وقعوا في الخطايا دي والرب غفر لهم.